مساكم الله بالخير. اليوم السبت وموضوعنا كالعادة سياسي كل سبت. يبدو أن التضخم هو السلاح الذي سيقرب روسيا من النصر وتحقيق أهدافها في أوكرانيا. وقبل نخوض في هالموضوع لازم نفسر ونشرح ما هو التضخم وخلفية موضوع التضخم وليش وصلنا لها الأرقام من التضخم. اليوم نسبة التضخم خلال يمكن 3 شهور اللي هي من بداية الحرب أو 4 شهور من بداية حرب روسيا، أقل من 4 شهور يعني، بلغت في أوروبا وأمريكا تعدت 8%. يعني اللي كنت تنفق لأجله 100 صرت تضطر أنك تدفع 108 حتى تحصل على نفس السلع والخدمات اللي كنت تحصل عليها ب100. هذا ليش ارتفع؟ هذا ارتفع الفرق هذا لأن في جزء من العالم أو خلينا نقول من البحر متعطلة فيه الملاحة، وفي جزء من الجو أيضا متعطلة فيه الملاحة، جزء كبير من العالم اللي هو منطقة الحرب هذه، بالإضافة إلى أن الحرب والعقوبات رفعت أسعار النفط وارتفع على أثرها سعر الوقود اللي وصل اليوم تعدى $5 للجالون الواحد. الجالون الواحد 4.5 لتر تقريبا، يعني اللتر بدولار وشوي، لتر البنزين تخيلوا يعني رقم فلكي خيالي. فهذا أعلى سعر يعني وصلت له أسعار الوقود بتاريخ أمريكا، ما وصلت هالسعر على الإطلاق. فسعر الوقود يأثر طبعا على الشحن، يأثر على التكاسي، يأثر على النقل العام، النقل كافة وسائل النقل، يأثر حتى على تذاكر الطيران، يأثر على الشحن الجوي، الشحن البحري، يأثر على كافة مناحي الحياة. هذا شيء واحد، هذا يرفع السلع خلينا نقول بنسبة معينة، بالإضافة إلى مشاكل تصدير الحبوب من أوكرانيا. مثل ما قلنا أوكرانيا أظن تصدر أو تنتج 40% من إنتاج العالم من القمح، أو رقم قريب من هذا، رقم ضخم يعني. فأوكرانيا وتي بعدها على طول روسيا، يعني أوكرانيا وروسيا، أو روسيا اليوم تتحكم بالحبوب والقمح اللي موجود بأوكرانيا وروسيا. وروسيا لعبت بالملف هذا، بعدين نقول شلون لعبت فيه في جزء لاحق من الموضوع اليوم. لكن خلنا نكمل على موضوع التضخم. فمثل ما قلنا السلع الأساسية في موضوع سابق 3 في العالم، اللي هي أو السلع الغذائية طبعا اللي هي القمح والرز والذرة. وإذا ارتفع القمح راح يرفع بنسبة طبعا أقل، لكن راح يأثر على سعر الرز والذرة، لأن الناس راح تستبدل القمح بالأرز أو الذرة بحكم أنه أرخص أو متوفر أكثر، فراح يصير عليه الطلب أعلى فراح يرتفع هو الآخر. طبعا ارتفاع أقل لكن بترتفع كل هذه المواد الغذائية الأساسية في العالم كله. فارتفاع المواد الغذائية وارتفاع الوقود وارتفاع مثل ما قلنا شنو ترتب عليه ضغط على العالم. فعشان الغرب يكبحون جماح التضخم، يعني يقللون من رقم التضخم، قاعد يعطون أقرب لأوبر البنج. أوبر البنج تشيل، أوبر البنج أو أوبر تخدير تشيل الألم بشكل مؤقت لكن ما تقضي على المشكلة. هم هذا اللي قاعدين يسوون الحين عبر رفع سعر الفائدة البنكية، الفائدة الربوية. شلون قاعد يأثرون؟ لما صارت كورونا يعني عجلة الاقتصاد يعني انشلت، يعني تكاد تكون توقفت تماما، وقفت نهائيا. فعشان ينشطون الاقتصاد نزلوا أسعار الفائدة ونزلوها 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 إلى أن وصلت 0.5 يمكن نص، يعني نص بالألف إذا بتقترض مدة 6 شهور. يعني تأخذ قرض خلال 6 شهور، هالقروض التجارية شركات كبيرة تأخذها، أو حتى أنت تقدر تأخذه يوزعون لك الفائدة، تدفع أقل من نص 4.4 يعني 477 تقريبا، هذا أدنى سعر فائدة وصلت له أظن، يعني قريب من هذا. المهم يعني تأخذ
يعني كل 100 تقترض عليها تدفع نص فائدة فقط، 100 دولار تدفع نص دولار، 100,000 تدفع 500 دولار فقط، فنسبة ضئيلة جدا. هذه عشان الناس تطلع فلوسها من البنوك وتبدأ تضخها في السوق وتبدأ توسع في المشاريع وتبدأ تشتري سلع، اللي عنده أصلا مشروع يشتري سلع أكثر يستغل هذا الأمر، فهذا يوفر فرص عمل وبسرعة تقلصت نسبة البطالة. اليوم نسبة البطالة بأمريكا 1% أظن، وهذه نسبة متدنية يمكن هي الأدنى يمكن من 50 سنة. وكل عاطل أمام فرصتين عمل اليوم، ففرص العمل يعني هائلة بأمريكا اليوم بسبب طبعا نسبة الفائدة المنخفضة اللي خلت الناس يطلعون فلوسهم من البنوك ويقطونها بالسوق، سواء بفتح مشاريع جديدة أو بضخ هذه الأموال في صناديق استثمارية أو بزيادة رؤوس أموال شركات أو بتوسع فروع أخرى للشركات أو بوضع، يعني كل هذه الدائرة، هذه أنا أتكلم على شكل مصغر على دائرة ضخمة جدا، كل هذا يحرك وينشط السوق ويخلي الموظف عنده وظيفة، والموظف اللي عنده وظيفة صار عنده عمل إضافي أيضا يحتاج أوفر تايم، فعنده مدخول زايد ومحصل بونص بايع زين، فأموره المالية ممتازة. فهذا مصروفه اللي عنده وين يقطه؟ يشتري سلع ويشتري خدمات، فيزيد الطلب على السلع والخدمات، فزيادة الطلب على السلع والخدمات ترفع السعر لأن مطلوبة بكثرة بكثرة وبقوة. أنتم اليوم تشوفون السيارات والساعات والأمور، أمور كثيرة قاعد نلاحظها سعرها برا المحل يمكن يوصل إلى ضعف سعرها بالوكالة أو بالشركة. أنا أتكلم على الساعات والسيارات لأن وصلت أسعار فلكية يعني خارج الوكيل، وكلنا لاحظنا هالشيء هذا يعني بيئتنا ومجتمعنا الحمد لله. فليش هذا حصل؟ لأن كل الناس عندها فلوس وكلها قامت تشتري من الوكالة، صار اللي بالوكالة خلص وصار ناس عندها فلوس إضافية تبي تشتري حتى برا الوكيل، فمستعد يدفع له 20-30-50% زيادة على السعر، حتى وصل إلى 100% أو أكثر لبعض السلع ما عنده مشكلة يدفع، المهم يحصل على السلعة. فهذا سوى طلب عالي على السلع، رفع سعرها خارج بالسوق بشكل عام، خلينا نقول بالجراي ماركت يسمونه أو بالسوق الموازي أو الرمادي. المهم ان هذا كله شلون يقللون منه؟ يرفعون نسب الفائده، يسوون العكس الحين بكورونا خفضوا نسبه الفائده عشان الناس تطلع فلوسها من البنوك، تشوف ما في جدوى ان فلوسك تكون بالبنك، لا لا الحين نرفع لك سعر الفائده، وبدال ما تحط فلوسك بالسوق وتخاطر مخاطرات نعطيك نسبه مغريه من الفائده، رجع فلوسك للبنك، فسكر عندك مشروع صغير ما يربحك، يعني في نسبة خطورة أو مخاطرة أو ممكن نسبة خسارة متوقعة أو شيء، يبقى خذ مضمون ورجع فلوسك البنك. فإرجاع الأموال إلى البنوك يقلل هذا التاجر ما يصرف وايد لأن فلوسه بالبنك ما يقدر يستخدمها، ينطر يعني يحول عليه الحول حتى يحصل على الفائدة الربوية مالتها، وبعدين يمشي الموظفين ويوقف اوفر تايم، ما يحتاج اوفر تايم لان ما يبي يبيع اكثر، يبي السلع اصلا صارت عنده قليله، الاموال كلها حاطها بالبنوك ليحصل على فائده مقابلها لان الفائده سعرها مغري. مثل ما قلت لكم هذا حل مؤقت، لان السبب الرئيسي مو بس وفره الاموال، مو سببه وفره الاموال بل شح النفط خلينا نقول والقمح، هذه المواد الاساسيه، وفي مشاكل موجوده في جزء من العالم تعرق الملاحة. فهذا كله سلاح غير متوقع خدم روسيا. هذا الحين الجزء الأول من الموضوع اللي هو فسرنا شنو التضخم ببساطة، وشلون قاعدين يحاولون الحين يكبحون جماح التضخم ويقللونه عبر رفع سعر الفائدة، قاعد يرفعونها ربع نقطة أظن كل أسبوعين أو شهر، أخذوا إذن لرفع سعر الفائدة 6 مرات متتالية، فأظن خلصوا 3 أو 4 وباقي بعد 2، وراح يجددون أيضا الإذن وراح يرفعون أكثر، فمتوقع أن توصل سعر فلكي الفائدة حتى يقل سعر التضخم. بالإضافة إلى التضخم، في شركات خسرت مبالغ طائلة جراء هذه الحرب، تقدر في تقرير قريته أمس
تقدر خسارة تلك الشركات حسب تقرير قريته بقرابة 60 مليار دولار. بريتش بتروليوم وحدها خسرت 25 مليار بتعطل أعمالها في روسيا لأنها نفذت العقوبات فخسرت. مثلا ماكدونالدز أكيد شركة خسرت، أغلقت أظن 800 فرع بيوم وليلة. ستاربكس كذلك. فالعديد من الشركات اللي نفذت العقوبات خسرت، وهذه الخسائر أيضا تسبب ضغوط على الدول لأنها راح تسبب لها بخسائر وتقلل أسهمها وتمشي جزء من موظفينها. فالمسألة يعني ليست كما صورها الغرب في بداية الحرب، وهذا قلت لكم من الأسبوع الأول والأسبوع الثاني أيضا قلت لكم المسألة ليست كما يصورها الغرب هي انتصار وسحق لروسيا عبر هذه العقوبات. هذه العقوبات تضر الطرفين، وقد تتضرر منها الدول اللي أكثر من تضرر روسيا. يمكن روسيا ما عندها يعني ما عندها اقتصاد بحجم أمريكا، وهي أكيد ما عندها اقتصاد بحجم أمريكا، فهذا أيضا يعني يصير ضررها أقل من أمريكا، لأن أمريكا حجم اقتصادها ضخم وعدد سكانها كبير، فضرر عندها أكبر، والضرر هذا يقع بشكل مباشر على المواطن بأمريكا، فبالتالي يأثر ينعكس على الوضع السياسي. المواطنين اليوم مستائين من بايدن وأداء بايدن، وقاعد يلومون بايدن بارتفاع أسعار الوقود، قاعد أشوفه بشكل مباشر كل يوم. أنا أروح أشوف أسعار الوقود، أعبي سيارتي بنزين، أشتري سلعة أغلى والله لأن الوقود مرتفع. سكك الحديد ترى ضعيفة جدا بأمريكا، فالإمدادات سلاسل الإمداد أغلبها تعتمد على الشاحنات، فبالتالي هذه الشاحنات طبعا تتأثر بشكل مباشر، فكل شيء يتأثر والمواطن قاعد يشوف كل يوم. فالمواطن يمتعض من سياسات الحزب الحاكم ويمتعض من سياسات الحاكم نفسه، وفي انتخابات مقبلة للكونغرس قريبة وبعدها انتخابات الرئاسة، كلها قاعد يأثر على شعبية بايدن. لذلك فإن شعبية بايدن في أدنى مستوياتها بسبب أو جزء كبير من السبب يعود إلى نسبة التضخم وارتفاع أسعار الوقود اللي شاعر فيها المواطن وامتعض منها بشكل كبير، اللي هي سببها الرئيسي حرب روسيا والعقوبات اللي دخول أمريكا بشكل مباشر في هذه العقوبات ومحاولة فرض هيمنتها وقوتها على روسيا ومحاولة الضغط على روسيا، فتأثرت هي بشكل أكبر. روسيا صبرت، تحملت في ضرر، أصلا روسيا عندها عقوبات وهذا كان يعني شيء لعب لصالحها، هي أصلا عندها عقوبات فما راح تتأثر بشكل كبير كما يتأثر الغرب واقتصادهم. فهذا الأمر يحصل بعد كساد كبير في أثناء مرحلة كورونا. سنتين عانى الاقتصاد العالمي منها، بعدها ارتفاع نسبة التضخم هذه بشكل كبير راح تسوي كساد متوقع بالفترة المقبلة، يمكن يمتد إلى 2024 أو يمكن أكثر. فهذا الكساد أيضا سيؤثر على الاقتصادات العالمية، سيؤثر على الميزانيات، سيؤثر على دخل المواطن، بيأثر بشكل كبير. فيبدو أن التضخم هو السلاح الذي لم يحسب الغرب حسابه، والذي سيرجح كفة روسيا في حربها ضد أوكرانيا. وبالفعل بدأت دول غربية تضع حلول لأوكرانيا لتنهي الحرب. اقترحت إيطاليا بشكل رسمي باجتماع الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو، ما أتذكر بالضبط، قدمت اقتراح رسمي وقالت خل أوكرانيا تروح تتفاوض مع روسيا وتقترح عليها أن تكون أوكرانيا دولة محايدة. يعني خلاص فصاروا يتكلمون الغرب والأوروبيين باسم أوكرانيا، يقولوا يبقى خلاص فكنا، انهي الحرب وارجع محايد كما طلبت روسيا بالبداية. روسيا من البداية تبي أوكرانيا، تبي تعهد من أوكرانيا أن تبقى أوكرانيا محايدة، فراح تبقى بالنهاية. أظن أن مسألة وقت راح ترجع أوكرانيا محايدة وما راح تستفيد شيء. اليوم أوكرانيا قاعد تطلب أسلحة أكثر هجومية، الغرب ما قاعد يعطيها. اليوم أوكرانيا قاعد تخسر في المناطق اللي هي في شرق وجنوب شرق أوكرانيا، وقاعد يحقق وإن كان تقدم طفيف الروس، لكن قاعد يحققون تقدم، قاعد تسقط هذه المناطق. المناطق اليوم في حديث عن استفتاء متوقع راح يحصل في هالمناطق يدعو إلى ضم هذه الدول إلى روسيا، وراح خلاص تصير مسألة رجوعها شبه مستحيلة مثل شبه جزيرة القرم. فبالتالي تكون روسيا حققت مرادها، حققت اللي تبيه، بنفس الوقت قاعد تضغط
بنفس الوقت قاعد تضغط إيران بالملف النووي وقاعد تسرع إنتاج اليورانيوم وتزيد أجهزة الطرد المركزي وقاعد يعني تسرع الوصول إلى القنبلة النووية، وهذا قاعد يضغط على الغرب بشكل آخر. الغرب أصلاً يبي يتفق مع إيران عشان إيران تنشال عنها العقوبات، تبدأ إيران تصدر النفط لأنهم يبون أي نفط يضخ بالعالم. حاولوا مع دول الخليج، قالت المملكة العربية السعودية هذه المفاوضات وأثمرت على زيادة طفيفة داخل إطار أوبك بلس، يعني حتى أشركت روسيا معهم وقالوا دول الخليج إحنا مع مصالحنا. مثل ما قلتوا أنتوا يا غرب أنتوا مع مصالحكم، اليوم مصالحكم أنكم دفعتوا أوكرانيا لهذه الحرب، اليوم مصالحكم أن تنتهي الحرب، فقاعد تدفعون أوكرانيا لإنهاء الحرب. فيبدو أن إنهاء الحرب في أوكرانيا يعني أصبح هو الأكثر تحقيقاً لمصالح الأكثر يعني تحقيقاً لمصالح الغرب. مصلحة الغرب تقتضي أن تنتهي الحرب وأكثر من أن تستمر، ومحاولة تطويع روسيا ومعاقبة روسيا يبدو أنها يعني باتت بعيدة ويعني مؤلمة جداً للغرب. فبالتالي ظاهر راح يرجعون إلى أن يعطون روسيا شوية تنازلات بمقابل أن تنتهي العقوبات، ويبدو أن العقوبات أتوقع أن تنتهي كلها بشكل كامل، ويمكن روسيا حتى تعاقب أوكرانيا وتأخذ المناطق اللي هي تبيها أصلا في شرق وجنوب أوكرانيا، وراح تضيع أوكرانيا، ويعني بسبب أنها أطاعت تغرير الغرب لها، والغرب غرروها وقالوا لها روحي واحنا ندعمك واحنا وراك واحنا نعطيك أسلحة. حتى الأسلحة قللوها عليها، قاموا يعطونها أسلحة روسية مستعملة وقاموا يعطونها يعني أسلحة دفاعية فقط، وما قدروا يعطونها أسلحة هجومية حتى تتمكن من تحرير بعض المناطق اللي سيطرت عليها روسيا بالفعل في دونباس وغيرها. فاللي يطيع الغرب أظن أن هذا راح يكون درس، أن اللي يطيع الغرب لازم يتوقع أن الغرب سيتخلون عنه في أي لحظة إذا اقتضت مصالحهم أن يتخلوا عنه. وقالها حسني مبارك الله يرحمه المتغطي بالأمريكان عريان، ويبدو أن المتغطي بالغرب كلهم عريان، واللي يطيع الغرب سواء كان دولة أو مواطن من بعض اللي يغرون فيهم سفارات لازم يتعظ من اللي قاعد يحصل لأوكرانيا. بعد كل هالتغرير يبدو أنهم راح يتركون أوكرانيا وتواجه مصيرها أمام الدب الروسي. وروسيا هذه اللي كان متوقع أنها يعني كثير من الناس توقعوا أنها ما راح تقدر، يبدو أنها راهنت على أنها جزء من الاقتصاد العالمي، وهذه قالتها روسيا وأكدتها أكثر مرة، نحن جزء من الاقتصاد العالمي، لا يمكن معاقبتنا بهذا الشكل دون أن تتضرر. فهذا اللي حصل بالفعل، ويبدو أن مراهنة روسيا على هذا الأمر يعني رجحت وأدى إلى هذه الخسائر الفادحة في الاقتصاد العالمي، مما يقرب روسيا من تحقيق مصالحها بسبب السلاح غير المتوقع وهو التضخم.